من أنت كيف اقتحمت الأرض قاطبة حتى سرى منك رعب في نواحيها. بعد الرفع من الركوع يسجد على ركبتيه أولا ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، ولا يسجد على اليدين أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، وبروك البعير يكون على اليدين أولا كما هو مشاهد، كل من شاهد البعير إذا بركت يجد أنها تقدم يديها فلا تقدم اليدين، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن تشبه بني آدم بالحيوان ولا سيما في الصلاة أمر غير مرغوب فيه. لم يذكر الله تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم، ولهذا نهي المصلي أن يبرك كما تبرك البعير فيقدم يديه، بل قدم الركوع.